قسم الترميم والتجميل في شامل العيون بهم المنطقة المحيطة بالعين من الأنسجة اللي لها علاقة بالعضلات الأعصاب والجفون حول منطقة العين. هدفنا أن نكون منظر عملي وجميل بنفس الوقت للعين. احنا مسؤولين عن المحجر، عن الجفون، وعن كل العمليات المتعلقة بهذه الأنسجة، بالإضافة للإجراءات البسيطة مثل البوتوكس والفيلرز اللي بتدعم هذه المنطقة. هدفنا إنه نحصل منظر دافئ ومريح وعملي للمنطقة ما حول العين، وبنفس الوقت إنه نعطي المريض أفضل نتيجة في حالات الترميم أيضا للجروح والحالات اللي ما بعد الإصابات. أيضا بنعمل كل العمليات، من عمليات شد الجفون العلوية والسفلية إلى عمليات تصحيح انقلاب العين، الرموش اللي نابتة في غير محلها، إلى عمليات تصحيح وضع الحاجب، بالإضافة إلى العمليات الأبسط مثل الحبوب حول العين والكتل الدهنية.